حدث أمس وهو الأستاذ قيس سعيد تحت إشرافي على إحياء الذكرى 9 ليوم الشهيد بالقصرين أمس. دونك تصريح يعني أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى. تصريح يقول العنوان وهذايا في شمس فهم: قيس سعيد من القصرين، الدستور الحقيقي هو الذي خطه الشباب على الجدران. وهذا التصريح أمام مشاهدين اللي يتابعوا فينا على المباشر. هنا فقط حبيت ناخذ فكرة على الفصول اللي باش تكون في الدستور الجديد. أستاذ قيس سعيد أستاذ قانون دستوري ما شاء الله، معناها الدستور الحقيقي هو الذي خطه الشباب على الجدران. حبيت نعمل دورة على الجدران نتاعنا في المنستير، وحبيت ناخذ فكرة على الفصول نتاع الدستور الجديد. دونك هاو بعض العينات: هنا تباع الزتلة، هذا ما خط على جدران تونس مثلا. دونك هنا ايضا كلام ما نجموش نقولوه على المباشر، هنا فما الله لا تربحوا اللي يحط، الله ترحم الوالدين اللي يحط الزبله لهنا. دونك هذا ما خط على جدران تونس من بعض الشباب التونسي وعديد الشباب التونسي. اذا كان هكذا تكتب الدساتير في الدول التي تدعي انها ديمقراطيه. دونك من نقطة استفهام كبيرة. هنا زاد كيف كيف هذا سؤال خط على بعض الجدران التونسية: أوليس من حق المشتاق نظرة وعناق؟ دونك هنا هذا فصل من فصول بوتيتر الدستور الجديد. دونك هنا أيضا ثم تلاسم وبعض الرموز لما فهمناهمش. دونك نخليو للسادة المشاهدين هم اللي يحلوا وحدهم. على كل حال نتمناو الخير لتونس، وما نعرفوش ما الذي يحدث في البرلمان تحت قبة البرلمان الآن. هل تم تصويت بمنح الثقة للحكومة، حكومة الحبيب الجملي، أم لا؟ نرجو نحكي.